سادتي سادتي محبين متابعينا على قناة اليوتيوب شوف انديزاد وعلى صفحة الفيسبوك شوف بعيتها لسه هنا نحن اليوم نعود من جديد، ولو العودة كانت طويلة نوعا ما وذلك لسبب غلق القناة، ونعتذر لمشاهدينا ومتابعينا أيضا، ومع خسارة المنتخب الوطني أمام نيجيريا، حيث أن الخسارة نوعا ما أثرت على شوبير المحلل والناقد الرياضي. كالعادة نستضيف زميلنا وحبيبنا وحبيب الجماهير الجزائرية وحبيب محبي المنتخب الوطني الجزائري وحبيب محبي الوطن الجزائري أحمد شوبير. أولا سيدي مرحبا بك. السلام عليكم. السلام، مرحبا بالجماعة اللي معنا هنايا والناس اللي تشاهد فينا ولاد الجزائر اللي يبغوا الجزائر. شكرا لك زميلي أحمد شوبير. ندخل مباشرة في الموضوع، حيث نود أن نخصص موضوعنا اليوم في حصة كل الرياضات حول المنتخب الوطني. سيدي، نمتلك فرضيات لامعة وعناصر جيدة في المنتخب الوطني، ولكن ما هو السر عدم تألق في الملاعب الإفريقية سيدي؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. العيد خويا، حنا كما يعلم الجميع وكاع العرب، كما يقول لك هذول اللي يقول لك حنا نبغوا الجزائر، نعطيهم حاجة. حنا ولاد الجزائر عندنا المواهب هنا في الجزائر وخارج الجزائر، والمواهب اللي عندنا في ليكيب ناسيونال دروك المدربين اللي فاتوا ما استغلوهمش، اللي قلنا مدرب اللي يستغل لي بلاسمون تاع الجواره، المدرب كي يجي اللي يعرف وين يحط الجوار. راه عندنا مواهب شتي اللي نستغلوهم، مازلنا ما استغليناش اللاعب الجزائري، مازلنا ما استغليناش اللاعب الجزائري. مدرب منضبط تكتيكيا، اللي مدرب يكون ذكي في تغيير الخطه، يكون ذكي في تغيير اللعاب، يبغي يدير شونجمون تاع اللعاب ولا يكون ذكي. حنا نتمناو المدرب لي كاس، حنا ما نطيحوش على لي كاس، لي كاس تاع ضرب الجزائر خمس ايام، وكان ضرب الجزائر دومي تروا، كنا مكلاسيين 160، يحوسوا علينا بالمجهر ما يقربوناش، كنا مكلاسيين 160. دروك الجزائر كاع الانظار هاي تشوف ليها، حنا رانا نشوفوا الصحافه العالميه واستشفات فينا، الصحافه العالميه استشفت في الخساره تاع الجزائر. فريق راه عالمي، فريق اللي عنده محرز وعنده فيغولي، اللي فيغولي يهرسوا فيه، خاطش علاه فيغولي يهرسوا فيه؟ فيغولي هو رقم واحد في الفريق الوطني الجزائري، هذه حقيقة نحضروها باش الناس يعرفوا. فيغولي من الناس تحوس الطردة، هم عارفين فيغولي هو اللي يدور ليكيب، يدورها مش يدورها في الكلو، ما تغلطوش، يدورها في اللعب، فيغولي هو كلش في اللعب. الباترون يقول لك اللي قلنا باترون في الفريق، اما لما احنا كان عندنا مقني البارو تبكي عليه مقني، عندنا فيغولي راه كاين بصح البارو، بصح الناس مشاو باغيين فيغولي، هادو ولا مشاو باغيين فيغولي هم عارفين بلي فيغولي لو كان لعب كونت الكاميرون ولعب دونتري كونت نيجيريا، اما لما ما تصرش تبهدله كيما هكا. حنايا نتمناو نوري السؤال تاعك العيد خويا، نتمناو من هذا المدرب يستغل هذه المواهب اللي عندنا، خاطش على هذه المواهب موهبه كيما تاع محرز، حنا بلومي وين تحبس الفوتبال حبس في 89، اما لا من 89 للدوميل 14 عام، العام 24 عام تصيبها، 24 عام تصيبها، 25 عام 30 عام باش تزيدوا تصيب واحد كيما محرز. كاميرون عندها واحد كيما ايطو، عندها ديفونسير كيما سونغ، وعندها ديفونسير كيما كالا، مكاش. عندها ديس كيما بوما، مكاش. حنا صرنا انسان كيما 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 بوكرا ولا حليش ولا قريشي ولا صرنا، مكاش. الميلود هاتفي ما زلنا للان ما صرناش، الله يرحمه ما يجوش اليوم. هما اللي حنايا هذا الجيل اللي نستغلوه ما نطيحوش عليه، حنا الناس كاين اللي ما يعرفش بالون،
كاين يدير تلفزيون يسيب جماعه يقطعوا في اللعابه اي يخرج برا عرفتي سي مال هذوك مش يلعب هو ما يعرفش كاع البالو كون يجيو يعرفوا البالو ويهضروا على البالو ولا ما تغيظ وتسيب ناس اهل الاختصاص اللي يعرفوا البالو صح الحق مكاش تكلموش بالحق لو كان جينا نتكلموا بالحق والله العظيم نلقاو عندنا سي بوان كره عندنا سي بوان بصح ناس اللي طاحوا عليهم هلسه قال واحد عيط يهضر معايا قال لي ودي كريستيانو وميسي عام كامل وما طايحنا عليهم دي عقليه تاع كبر حنا عربي جزائري هذا محرج جزائري في غولي جزائري وملحي جزائري قال الناس جزائريين الهضره تضر ضربوا كيما كيف يقول يرد صحابهم يتفرجوا بالطالب شا قال لهم يا ودي ما تعايروش ما تقولوش باللي احنا مي بلايصنا ما كاش في فرنسا جينا الجزائر لا فهمني مش فهمني ناس ناصري قلت لك ناصري بنزية لون ناس بن ناصر بزاف راشيد غازال هادو وين واش عندهم العام ليو تبكي عليه غازال تبكي عليه فرنسا ولا تبكي عليه غولام كره يلعب كابيتان دي كيف في فرنسا بصح من الهضره تاعكم عندي معلومه ناس خايفين يجوا من الهضره تاعكم ماشي غير في الفوتبال من الهضره تاعكم نتوما اللي كنتو تهضروا فيها اما لا ناس اطباء علماء زبل في ريسانهم بصح بالهضره تاعكم خايفين ماشي باغيين يجوا بالهضره تاع الناس تاع الصحافه شكرا لك زميلي احمد شوبير سؤال استغفر الله هل انت اليوم ترجحت او ترجع مستوى التذبذب مستوى المنتخب الوطني الى تذبذب مستوى اللاعبين المنتخب الوطني ام تغيير المدربين في فتره الوجيزه على بين الفرق عيب سياسه نهضروا حاجه تاع واقع نهضروا حاجه لي كاع الشاب الجزائري عايشها لقيت خويا نتايا تقرا عند شيخ صعيب زعماك سيريو بزاف الحراسة تتنهد تخاف شيوخ غادي نعطيها كاع لهاد الشباب كاع الناس عاشوا هادي كاع انا بروحي عايشناها كاع شيخ صعيب يبدلوا لك شيخ متساهل كي تولي انت حاك فاهم دور اسمك اللي ديرهم ما تحوش شي شيخ يشرح لك منا هو بروحو ذاك الشيخ طالقها على سته يشرح لي دوك زوج ولا ثلاثه اللي قدامه هما اللي الله يسهل عليه باللي تشعل النار ما على بالوش متكاكي بذوك سته ولا خمسه اللي قدامهم اللي والله ما على باله هاك فاهمني الناس كي تولي كل واحد ندخلوا في التراخي ما كاش مراجعه تاع دروس ما كاش منا تتغيب بالشيخ يقول لك انا المهم راني ندير له نهار وبلي رجع يقرا وصحيح ما نحوش عليه هاك فاهمني هذه غوركي كان حليلو نظام عسكري كانوا جوالا يكملوا البارتي يمن يقلبوا الطياره يجو خاستيلا يجو يجروا في الوقت هاك فاهمني مكاش الهضره مكاش الصحافه ما عندها كي تجسس على المدرب كومبوزيون ديكيب يديرها في البيستيير بارتي يمن يتلعب ويدير كومبوزيون ديكيب هاك فاهمني حنا شو وين وصلت الدير كومبوزيون ديكيب صحافة يبيعوها باطل مش يبيعوها باطل هما عندهم فايدة ما يمدوها النيجيريين وذلك ما سرها به مدرب نيجيريا حيث قال أعلم بتشكيلة المنتخب الوطني 24 ساعة قبل المباراة ونعلموا احنا نقولوا قناة الهداف هي اللي دارت هذا البيعة باعتها بالمصالح تاعها مصالح من دولة أخرى بيعي وحنا نخلصو هاك فاهمني جا مدرب ما تهموش في اللغه جا المدرب نتمنى هذا المدرب يكون صارم صح يكون صارم ماشي يدير على الصحافه خاطر علاه حنا كيما نعرفو وهذه بالك الناس بالك ما على بالهمش الهضره اي تخرج من ليكيب تروح للصحافه كاينه جوار اونسيا جوار راه فماك كاين اونسيا جوار صاحب صحافي معروف ما نقولوش حنايا تاع بعبد امون معروف
صح ولا يعطيه المعلومات، فاهمني؟ هذه المعلومه الحاج محمد راوراوه رئيس الاتحاد ديال الجزائر كان ينظر من يقول الحاج محمد في تنظر قاعد يقول لك شي يقول لك يقول لك باش تغلب الشيطان وتحركه كتاب تاع الستي وقعد تقرا الشيطان يولي يحرك قدامك. انا باش ندقدق هذا الاديان الحاج السيد رئيس الاتحاديه وهو الحاج محمد راوراوه رئيس الاتحاديه في طول تنحرقوا هكا اللي ما يبغيش ينظر في قلبه ويعايرني ويدي ذنوب معليش دي ذنوب حتى لي معليش. اما لا راه على بالو اش تا كاين خويا.